هنكمل الموضوع اللي هو الانفلاميشن. هنحكي اليوم عن موضوع اللي هو الاكيوت انفلاميشن. عندنا نوعين من الانفلاميشن، في عندنا اكيوت وفي عندنا كرونيك انفلاميشن. اليوم هنتحدث عن النوعين. بالنسبه للاكيوت انفلاميشن في عندنا منه نوعين. النوع الاول بنقول عنه نون سبيوراتيف انفلاميشن، يعني التهاب غير متقيح، يعني فيش فيه بص فيش فيه جاح. والنوع الثاني سبيوراتيف انفلاميشن، هذا النوع فيه بص وفيه جاح، يعني الفرق بيناتهم واضح جدا. بالنسبه للنوع الاول هو نون سبيوراتيف انفلاميشن، في عليه خمس امثله او خمس انواع. النوع الاول كاترال، والنوع الثاني فيبرنس، والنوع الثالث ميمبرينس، والنوع الرابع اليرجيك، والخامس هيموريجيك. هنشرحهم بالتفصيل. اما القسم الثاني اللي هو المتقيح سبيوراتيف انفلاميشن، في عندنا نوعين منه رئيسيات، لوكال وديفيوز. بالنسبه لللوكال بيكون على مكان محدد من الجسم، هنشرحه بالتفصيل. في عندنا ابسس منه، في عندنا فيورانكل، وفي عندنا كاربانكل. اما القسم الثاني منه اللي هو ديفيوز بيكون منتشر، هذا اشهر مثال عليه سيليولايتس. نيجي للنوع الاول اللي هو نون سبيوراتيف انفلاميشن. بالنسبه للنون سبيوراتيف انفلاميشن، هذا التهاب غير متقيح. هذا الكاترال انفلاميشن اول نوع من انواع اللي هو نون سبيوراتيف، بنسميه كاترال انفلاميشن. بصير اللي هو الالتهاب في منطقه الميوكس ممبرين، زي ما احنا شايفين في الصوره هذه، هذا عباره عن تجويف الفم، وهذا هو ميوكس ممبرين، الغشاء المحيط بالفم من جوا بنسميه ميوكس ممبرين، فالالتهاب بنشوفه من الداخل. هذا الاحمرار هو الالتهاب. ايش اللي بصير؟ انه تدفق الدم الى هذه المنطقه بزيد، فبزود من عمليه الاحمرار، فبيبين من البلاد فيزلز، شايفين الشعيرات هذه؟ هذه كلها شعيرات دمويه، فبيعمل يعني اظهار للبلاد فيزلز، يعني بتبين بشكل واضح، وبيعمل في المنطقه إديمة، يعني بيعمل تجمع للسوائل، بيعمل ودمه، تجمع للسوائل. وين تجمع السوائل بيكون؟ في الانترستيتشال تيشو. الانترستيتشال تيشو هي خارج، هي المنطقه اللي خارج البلد فيزلز، خارج الاوعيه الدمويه. هذا هو الكاترال انفلاميشن. ايش اللي بصير؟ بصير بعض الانلارجمنت، يعني تضخم نوعا ما في السكريتوري ايبيثيريال سيلز. في عندنا هنا سكريتوري سيلز، خلايا وظيفتها انها تفرز الميوكس تمام باستمرار، عشان هيك تجويف الفم دائما رطب، فبالتالي بتلاقي عندنا هنا في المنطقه في بعض اللي هو التضخم تمام. عاده هذا الانفلاميشن بياثر على ريسبيراتوري تراكت، يعني بياثر على مجرى التنفس تمام. على سبيل المثال في الانف، يعني اكثر مكان بيحدث فيه هذا الامر في اللي هو النوز، خصوصا وين؟ لو صار عند الشخص كومن كولد، يعني نزلت برد، او صار او تعرض لشيء بارد، او اكل مثلا يعني ايس كريم مثلا في الشتاء، هذا كله بصير اللي هو كاترال انفلاميشن، او في اللارينكس في الحنجره، او في القصبه الهوائيه في التريكيا تمام. ايش اللي بصير نتائجه؟ بيشعر الشخص انه عنده كافينج، يعني بكح تمام، او عنده رينوريا، يعني عنده سيلان من الانف. بالعاده هذا النوع من اللي هو يعني الالتهاب، يعني بينتهي يعني في كومبليت ريكفري، يعني لما الانسان يصير معه مثلا رشح، او يصير معه مثلا نزلات برد، بينتهي في اللي هو ريكفري، يعني بيصير شفاء تام تمام لا اللي هو هذا الامر، يعني خصوصا لو اخذ الانسان شويه انتيبايوتكس مثلا تمام، كله بينتهي في فول ريكفري. النوع الثاني من انواع اللي هو نون سبيوراتيف اللي هو فايبرنس انفلاميشن، هذا بنسميه التهاب ليفي. هذا بصير اكثر شيء في مناطق محدده في الجسم، زي مثلا اللي هو المننجايتس او المننجيز. المننجيز هي عباره عن الاغشيه اللي يعني بتحيط في الدماغ، اللي بتحمي البرين، بنسميها مننجيز بالعربي السحايا. واضح؟ الالتهاب الموجود في السحايا هذا عادة بيكون fibrous inflammation، أو ممكن يكون وين؟ ممكن يصير في البيريكارديوم، في الغشاء المحيط في القلب، بنسميه fibrous pericarditis، أو في البلورا كافيتي، في الغشاء المحيط في اللي هو الرئتين، بنسميه اللي هو بلورايتس أو fibrous بلورايتس. اللي بيصير في fibrous inflammation إنه الفايبرينوجين بتعبر من الفاسكولار بارير. الفاسكولار بارير
هذا عبارة عن حاجز بيمنع تدفق اللي هو أي بارتيكلز لهذا الأمر أو لهذا المحتوى. الفايبرينوجين أو الفايبرين، الفايبرين طبعا عبارة عن بروتين من بروتينات الدم. هذا البروتين وظيفته الأساسية يساهم في تجلط الدم، يعني يساعد على تجلط الدم. لما هذه المادة يعني تطلع وتدخل في منطقة الوعاء الدموي بتكون الفايبرين اللي هي الجلطة، واضح؟ لما يتكون الفايبرين بتدخل في الاكسترا سيلولار سبيس في منطقة خارج الوعاء الدموي، وهذا اسمه فايبرين. طبعا ليش يتكون؟ هي عبارة عن تجلط بسيط، طبعا هذا تجلط بسيط في على شكل التهاب. هذا الالتهاب بيكون في اللي هو السحايا المحيطة في الدماغ. طبعا المكان اللي احنا بنحكي فيه هو المكان مثلا اللي هو الذي يقتصر على هذا الامر. يعني لما نقول والله بيصير في المننجيز، يعني بيصير في المننجيز فقط. احنا اعطيناكم ثلاث شغلات، المننجيز والبريكارديوم والبلورا، يعني ثلاث اماكن بيصير فيهم الفايبرنس انفلاميشن. وهيك الاسئله بتيجي انه وين الفايبرنس انفلاميشن بيصير؟ هل بيصير في الميوكوس ممبرين؟ لا طبعا، بيصير اما في المننجيز في السحايا او في البلورا او في اللي هو البريكارديوم. واضح؟ وهي الصوره هذه اللي هو التهاب السحايا، هذا البرين والغشاء المحيط في البرين اسمه مننجايتس. لما يلتهب اللي هو الغشاء بنسميه مننجايتس. النوع الثالث بنسميه ميمبرينس انفلاميشن. ميمبرينس انفلاميشن في منه نوعين، في عندنا ترو ميمبرانس انفلاميشن وفي عندنا سيدو ميمبرانس انفلاميشن. السيدو هذا عباره عن فورس عكس الترو، الكاذب يعني. بالنسبه للنوع الاول هو الترو ميمبرانس انفلاميشن، اللي بصير في عندنا التهاب في الغشاء المحيط في الميوكوس ممبرين. يعني الالتهاب ما بصير في الميوكوس ممبرين، بصير في الغشاء المحيط. واضح؟ الغشاء المحيط في الميوكوس ممبرين، على سبيل المثال الميوكوس ممبرين اللي هو تبع اللي هو يعني البرونكاي تبع اللي هو القصب الهوائي. فهذا الالتهاب لما يصير في الغشاء المحيط بنسميها برونكايتس. واضح؟ ومن هنا بتصير فكرة البرونكايتس أو كولايتس. كولايتس اللي هو الالتهاب في اللي هو القولون. واضح؟ القولون طبعا القولون في غشاء محيط فيه، هذا الالتهاب في الغشاء المحيط في القولون بنسميه كولايتس. فمثال على الترو ميمبرانس انفلاميشن البرونكايتس والكولايتس. طبعا الالتهاب هذا اللي بيصير في اللي هو اما في القولون او في البرونكاي اللي بنسميه برونكايتس، هذا يحتوي على ميوكوس لانه اساسا هو غشاء محيط في الميوكوس ممبرين، ويحتوي على فايبرونس اكسوديت، يعني بيطلع سائل، لكن هذا السائل مش صديد. النوع الثاني بنسميه اللي هو سيدو ميمبرانس انفلاميشن، انفلاميشن بس كاذب. هذا النوع بصير في احيانا او مثال عليه اللي هو شيجيلا ديزنتري. ديزنتري عباره عن مرض بصير في الجهاز الهضمي خصوصا في المعده والقولون. بصير في عندنا استومك كرامز، بصير في عندنا يعني ان الاستومك نفسه بتعبي هواء او غازات، تمام؟ وبصير قرقعات عند الشخص نفسه بيتضايق منها بشكل كبير جدا. بتمتاز ايضا بالدياريا، الانسان الشخص بيكون عنده اسهال بشكل متكرر. سببها الاساسي هي الشيجيلا، في اسباب ثانيه لكن الموست كومون هي الشيجيلا. فهذا دليل على او هذا مثال على سيدو ميمبرانس انفلاميشن. اللي بصير في هذا الامر انه الفايبرين نفسها، تمام، بتدخل في اللي هو الممبرين نفسه. فلما تدخل في الممبرين نفسه بتكون يعني قطعه من الالتهاب، بتكون انفلاماتوري سيلز. مثال اخر هو الدفثيريا. الدفثيريا عباره عن مرض اسمه الخانوق، مرض يخص الجهاز التنفسي. هذا بصير عند اللي هو يعني الاشخاص المصابين بهذا المرض، بصير من اشهر علاماته اللي هي الدسنيا، صعوبه في التنفس، وبيواجه كحه شديده. النوع الرابع بنسميه الليرجيك انفلاميشن. الالرجيك انفلاميشن بصير فيه هايبر سنسيتيفيتي، تمام، لبعض الانتيجين، لبعض الاجسام اللي هو الغريبه. طبعا بينتج عنه اللي هو اديما. يعني اكثر شغله اللي هي موست كومون في هذا النوع اللي هي الاديما. الاديما واضح بتصير من اللي هو حساسيه هذا الشخص للانتيجين. هذا الانتيجين ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فيروسس، ممكن يكون بارازايت. فبالتالي نتيجة هذا الأمر أنه بيكون إديمة. والنوع الخامس بنسميه هيموروجيك إنفلاميشن. بيمتاز هذا الأمر أنه الالتهاب نفسه يحتوي على ريد بلاد سيلز، على كرات دم حمراء.
واضح؟ فالاكسوديت نفسه السائل اللي بيطلع من الالتهاب يحتوي على كرات دم حمراء، هذا دليل انه في عندنا نزيف. الالتهاب يحتوي على نزيف حتى لو كان بسيط، لكن بنسميه هيموروجيك، هو انفلاميشن. هذا بصير احيانا في الاكيوت هيموروجيك نيمونيا، الالتهاب الرئوي الحاد احيانا بيكون مصحوب ببعض النزيف، واضح؟ فبتلاقي ممكن الشخص نفسه لما يكح بكح مع بلد، مع دم. هذا بصيرش دائما لكن بصير في بعض الحالات، واضح؟ من الامثله اللي بتصير على هذا الامر الفيتال انفلونزا، الانفلونزا القاتله، او السمول بوكس الجدري. بعض الناس اللي بيصير معهم انفلونزا او جدري بتطور الامر لنيمونيا، والنيمونيا هذه لما تصير بصير مصحوبه بريد بلاد سيلز، كرات دم حمراء. القسم الثاني من الانفلاميشن بنسميه سبيوراتيف انفلاميشن، هذا النوع من انواع الالتهاب متقيح، يعني في جيح، هو عباره عن اكيوت ولكن يعني يمتاز انه في عندنا بص، في عندنا اللي هو جيح. هذا الصديد، هذا الصديد طبعا بيكون معبأ في المكان نفسه. ايش الباثوفيسيولوجي للصديد؟ يعني كيف بتكون هذا الصديد؟ الصديد يا جماعه بتكون بشغله بسيطه، ايش هي؟ انه عندنا منطقه التهاب. منطقه الالتهاب هذه ايش صار فيها؟ صار فيها تجمع لكرات الدم البيضاء. احنا قلنا في المحاضره السابقه انه في عندنا تجمع لكرات الدم البيضاء في منطقه الالتهاب عشان تهاجم سبب العدوى. كرات الدم البيضاء هذه لما تتجمع طبعا تحتوي على ايش؟ تحتوي على بعض الانزيمات، على انزيمز. هذه الانزيمات ايش بتعمل؟ بتعمل ليكويفيكيشن للتشو الموجوده فيها. معنى ليكويفيكيشن يعني تسييل، يعني بتخليها تسيل. هذه الانزيمز نعتبر انه يعني الامر صار في الايد، الالتهاب صار في الايد، كرات الدم البيضاء هاجرت واجت على المكان اللي فيه الالتهاب. ايش اللي صار؟ اللي صار انه هذه كرات الدم البيضاء فرزت انزيمز، هذه الانزيمز عملت يعني ترشح في المنطقه، عملت تسيل في المنطقه، يعني خلت الانسجه تسيل وخلتها تطلع بعض اللي هو السوائل. اختلاط كرات الدم البيضاء مع هذه السوائل مع بعض اللي هو يعني كرات الدم الحمراء، هذا بيعمل او هذا بنسميه بص، بنسميه صديد او بنسميه جيح. واضح؟ لها اسم ثاني بيريولانت انفلاميشن. بيريولانت انفلاميشن هو التهاب مع صديد. انواع البيريولانت انفلاميشن او اقسامه، اول قسم عندنا الابسس. الابسس هو الدمل، اللي هو الدمل عباره عن لوكالايزد انفكشن. لما نقول لوكالايزد انفكشن يعني التهاب في منطقه محدده، وهذا الالتهاب في منطقه محدده طبعا الدمل، الكلنا بنعرف ان الدمل يحتوي على بص، واضح؟ وهذا البص بيكون محاط بنسيج خفيف، هذا النسيج الخفيف بيكون ملتهب، بنسميه انفلامد تيشو. طبعا البص بيكون موجود في اي منطقه من اماكن الجسم، يعني ما فيش مكان محدد، واضح؟ لكن اكثر شيء شائع في هذا الامر اللي هو الاكستريميتيز، الاطراف، الايد، القدم وهكذا. ايضا شائع في منطقه البريست، وشائع في منطقه البرينيال اريا، واضح؟ فلازم احنا هذه المناطق نهتم بالنظافه تبعتها، يعني لازم يكون في نظافه باستمرار عشان ما يتمش اللي هو اتاحه الفرصه للبكتيريا او للمايكرو اورجانيزم انها تبني صديد في هذه المنطقه. كيف بتكون عندنا الابسس؟ الابسس بتكون عندنا عن طريق جرح بسيط في السكن. يعني لو الانسان انجرح جرح بسيط في السكن وفيش نظافه او ما في اللي هو يعني نحط انتيبايوتكس او بشكل عام اجى اي شغله ملوثه للجرح. واضح؟ اللي صار انه البكتيريا او المايكرو اورجانيزم، الاجسام هذه الدقيقه او الكائنات الدقيقه عملت انفيجن، اخترقت هذه الفتحه، استغلت في فتحه في السكن فدخلت في المنطقه هذه فكونت التهاب، فالالتهاب كون صديد، وهذا الصديد اجى طبعا من كرات الدم البيضاء لما فرزت الانزيم اللي هو اللي طلع صديد. العامل المسبب لا اللي هو الابسس مع البص هذا ايش هو؟ اكثر عوامل مسببه اللي هي الاستريبتوكوكس او الاستافيلوكوكس او الانتريك بكتيريا، هذه العوامل المسببه، تمام؟ او عاده ممكن تكون يعني اوروبيك او جرام نيجاتيف اورجانيزم، هذه العوامل المسببه لمين؟ للابسس. علاج الابسس عباره عن انتيبيوتيك، ممكن ناخذ انتيبيوتيك، اذا ما ظبط الانتيبيوتكس ممكن احنا نتطرق لايش؟ لا اللي هو انسجن اند درينج، انسجن اند درينج بنسميه اي ان دي، اختصاره اي انسجن اند دي اللي هو درينج. ايش يعني انسجن اند درينج؟ انه احنا بنفتح مكان الابسس نفسه وبننظف المكان وبيطلع الصديد وبتم تنظيف المنطقه ووضع
انتيبيوتكس، ويعني بياخد طبعا اللي هو الشخص نفسه بيمشي على انتيبيوتكس يعني حبوب او كبسولز، تمام، او بياخد برهم على المنطقه نفسها بشكل لوكالي بشكل موضعي على منطقه الابسس نفسها. مضاعفات حدوث الابسس، ممكن يصير في عندنا كرونيك ابسس، يعني يظل يستمر نمو هذا الدمل لفترات طويله، كل ما يطيب يطلع ثاني بداله او يطلع في منطقه ثانيه. في بعض الاشخاص بيستمر نمو الدمل عندهم او الابسس في اللي هو مناطق ثانيه. ممكن يصير عندنا من مضاعفاته فيستولا. الفيستولا عباره عن اللي هو abnormal communication between two hollow organs. لو في عندنا عضوين hollow organ فيهم تجويف، كل عضو فيه تجويف، تمام، الفتحة أو قناة الاتصال بينهم هذا بنسميه فيستولا. مثال على هذا الكلام anal fistula. لو جينا طلعنا في الصورة هذه حنلاقي في عندنا هنا anal fistula، هذه الفتحة بنسميها فيستولا، هذه الفتحة راحت أو عملت اتصال مع الانس نفسه فبالتالي عملت فيستولا. واضح؟ الابنورمال كونكشن يعني صار في ارتباط ما بين هذه الفتحه وما بين هذه الفتحه. هذا اللي احنا حكينا قبل شويه انه ابنورمال كونكشن بتوين تو هولو اورجانز، عمليه او وجود قناه بين اللي هو عضوين بيناتهم تجويف، هذا تجويف تمام وهذا تجويف فصار بيناتهم فتحه، هذا بنسميها انال فيستولا. من مضاعفات الابسس نفسه ممكن يصير ساينس. الساينس عبارة عن اللي هو opening، فتحة، فتحة في إحدى مناطق الجسم. هذه الفتحة بدايتها في الخارج يعني خارج العضو نفسه، لكن هل تنتهي إلى فتحة أخرى زي الفيستولا؟ لا. هذا هو الفرق بين الفيستولا وبين الساينس. الفيستولا في عنا فتحة خارجية وبتعمل قناة، والقناة هذه بتفتح للداخل زي ما حكينا قبل شوية عن موضوع اللي هو لقينا الفيستولا. هذه هي فيستولا، والتجويف هذا عمل قناة داخلية ما بينها وما بين الانس. واضح؟ يبقى هذه عملت قناة، هذه انال فيستولا. لكن لما نقول عن الانال ساينس او ساينس عبارة عن اتراك، مجرى، يعني عملت فتحة، هذه الفتحة زي هنا مثلا بالضبط، هي هذه فتحة، هذه عبارة عن ساينس. واضح؟ وين اجت؟ اجت في السكن، اجت في السكن يعني تحت اسفل الظهر، في اسفل الظهر. هذه الساينس فاتحة جوا، لكن هل إلها نهاية وفتحت في مكان آخر في الجسم؟ لا. هذا الفرق، هذا الفرق الرئيسي ما بين الساينس وما بين الفيستولا. الساينس ما في internal opening، واضح؟ أما الفيستولا في opening. كيف يعني؟ يعني الساينس على سبيل المثال هي عندنا السكن، واضح؟ هاي السكن، هذا السكن وهنا الفتحة تحت الساينس. هذه الفتحة هي صار في خرق في هذه المنطقة، صار في فتحة نهايتها مسدودة مسكرة، لقيتها مصدوق. ما في عندنا فتحه داخليه، لكن الفيستولا هي عندنا السكن وهي عندنا فتحه الفيستولا. واضح؟ وين راحت؟ راحت على فتحه داخليه، ممكن تروح على الانس وممكن تروح على الانتستين، يعني الشغله اللي لقتها في طريقها اتصلت معها وعملت مجرى بيناتهم. هذا الفرق بين الانس بين الساينس وبين اللي هو الفيستولا. من المضاعفات ايضا اللي بتصير على الابسس سبتسيميا، تسمم من كثر ما صار في عندنا بكتيريا في المنطقه نفسها دخلت في البلد فعملت بايميا، البايميا بص وذ بلد فعملت تسمم في المنطقه، او عملت ليمفادينايتس التهاب في اللي هو الغدد الليمفاويه او في اللي هو الاوعيه الليمفاويه. النوع الثاني من اللي هو سبيوراتيف انفلاميشن الفيورانكل. الفيورانكل عباره عن اللي هو بويل في السكن، فتحه في السكن، هذه الفتحه في السكن دخلت فيها الهير فوليكل، بصيله من بصيلات الشعر. واضح؟ فدخلت جوا هذه المنطقه فكونت التهاب، هذه شائعه كثير. الفرنكل طبعا سببها كثير شغلات، من ضمنها الاستافيلوكوكس اوريوس، ممكن تكون سببها ايضا بكتيريا في السكن. اللي بصير في الفرنكل انه بصيلة الشعر الداخلية هذه مع كثر ما صار في عندنا التهاب صار فيها destruction يعني راحت. فلما راحت بصيلة الشعر ايش اللي صار؟ صار في مكانها شيء فارغ، فسمحت للبكتيريا انها تدخل في هذا المكان الفارغ لمين؟ لمكان اعمق جوا السكن. لما وصلت الكونكتيف تيشو او وصلت التيشو الداخلية تبعت السكن نفسها جوا، فوصلت لعند السبكوتينيوس تيشو فصارت اعمق
من الاول، فصار الالتهاب داخلي وخارجي. طبعا الالم بيكون من جوا قبل ما يكون من برا، في عندنا الم بيكون داخلي في المنطقه نفسها، هذا ما يعرف باسم الفيورانكل. الكربانكل اللي هو النوع الثالث عباره عن سكن انفكشن، زي ما احنا شايفين هذا بيصير في اللي هو منطقه الباب اكثر شيء، واضح؟ وبصير ايضا في منطقه اللي هو الرقبه، منطقه النك، هذا ما كان شهير جدا. هذا ايش هذا الحمر اللي احنا شايفين؟ هذا عباره عن لمب، هذا لمب كتله ماس، هذه الكتله جواتها في فيها ايش؟ فيها هير فوليكلز، بصيلات شعر داخليه، بصيلات شعر داخليه تكونت، تمام؟ فكونت التهاب، فسكر السكن عليها وسكر التش الداخليه عليها، فهذه بصيلات الشعر كونت التهاب داخلي في المنطقه، بتعمل الم شديد. طبعا بتصير في اي مكان، لكن اكثر مكان بتصير فيه اللي هو الباك او اللي هو منطقه الرقبه. مين اكثر بيصير في عندنا كربانكل، الميل ولا الفيميل؟ طبعا الميل اكثر، الميل اكثر. ليش؟ طيب لانه هذه المنطقه بيكون في هير عند الميل اكثر من اللي هو الفيميل، فبتكون لمب وبتسكر على بوصيلات الشعر اللي صار فيها اللي هو التهاب، ممكن يكون سببها بكتيريا وممكن يكون سببها زي اللي هو الفيورانكل استفيلو كوكس. علاجها انتي بايوتكس، يعني زي مثلا اللي هو سيفاليكسين، كويس لها، كويس بشكل كبير، يعني كويس وبيعالج هذا الامر. اسباب الكربانكل، ايش البري ديسبوزنج فاكتورز، ايش العوامل المؤديه للكربانكل؟ اول شيء فريكشن فروم كلوثينج اور شيفينج، يعني يعني الملابس ضيقه جدا فبتعمل احتكاك في المنطقه، فايش اللي صار؟ انه ضغط الملابس على بصيلات الشعر خلاها تلف وتنمو بنمو خاطئ، فلما ده لفت بصيله الشعر نمت الى الداخل بدل ما تطلع لفوق، خلى بصيله الشعر تكبر وتنمو الى الداخل جوا، او شيفنج الحلاقه نفسها، تمام؟ الحلاقه المتكرره في هذا المكان او في مكان معين، تمام؟ بيخلي نمو الشعر ممكن يكون خاطئ، او بور هياجين من احد الاسباب الهامه جدا، انه ما في نظافه شخصيه في المنطقه نفسها، واضح؟ فلازم يكون في نظافه شخصيه ويكون في يعني احتكاك للمنطقه، انه ازاله كل اللي هو المواد اللي هي ضاره على السكن نفسها، او بور اوفر هيلث، مناعه الانسان ضعيفه يعني ضعيفه شوي او ضعيفه نوعا ما، بتلاقي انه البكتيريا سهل انها تهاجم هذا المكان. بعض الاشخاص اللي عندهم دايابيتس او مناعتهم ضعيفه او ديرماتيتس ايضا معرضين لهذا الامر. نيجي للقسم الثاني من السبيوريتيف انفلاميشن اللي هو بنسميه ديفيوزد يعني منتشر، زي ايش؟ زي ما احنا شايفين في الصوره، هذا عباره عن سيليولايتس عباره عن انفلاميشن في الانسجه الضامه في الكونكتيف تيشو الموجوده، وين؟ الموجوده في الديرمال والسبكوتينيوس لاير في السكن، هاي السكن عندنا، هذه الطبقه الخارجيه للسكن، تمام؟ الان ايش اللي صار؟ انتم شايفين، انتم هل تعتقدوا ان الالتهاب خارجي؟ لا طبعا، الالتهاب موجود في الانسجه الضامه في الكونكتيف تيشو، يعني جوا السكن بشكل عميق، لكن من كثر ما في التهاب واضح الاحمرار ظهر الى الخارج، هذا بنسميه ديفيوزد منتشر. طبعا اللي بيصير انه البكتيريا نفسها عملت انفيجن لمين؟ للسكن. ممكن يكون الشخص عنده جرح في السكن من عمليه جراحيه او كان دايبيتك فوت او يعني مرض معين صار في بريك في السكن، بريك يعني صار في شق في السكن، دخلت البكتيريا لهذا السكن، صارت البكتيريا تفرز السموم تبعتها وتفرز اللي هو الشغلات اللي بتسبب التهاب، واضح؟ هذا ايش عمل؟ عمل عندنا انفكشن وعمل انفلاميشن فظهرت الى الخارج. اللي بيميز السليولايتس انه البكتيريا بتعمل يعني بتنتشر بشكل مش طبيعي، يعني هل تعتقد انه هذه بس فقط مكان محدد؟ لا، البكتيريا في هذه المنطقة في هذه القدم منتشرة بشكل كبير جدا، يعني البكتيريا نفسها عبت المكان، تمام؟ عشان هيك بنسميه ديفيوزد منتشر، التهاب منتشر في الأنسجة الضامة فظهر الالتهاب إلى اللي هو الخارج. طبعا الانفلاميشن هذا ايش بيعمل؟ بيعمل سولينج، بيعمل تورم في المنطقة، بيعمل احمرار شديد وبيعمل ألم شديد جدا لدرجة أن الشخص ما بيقدرش يحرك القدم تبعته، ولو حطينا ايدينا على المنطقة في حرارة، في ارتفاع في الحرارة. مين الناس المعرضين لهذا الأمر؟ اكثر ناس معرضين لهذا الامر اللي بياخذوا تروما في السكن، يعني مثلا وقع او حادث سياره
او ديابيتك فوت وهكذا. الناس اللي عندهم ديابيتس اكثر ناس يعني مشهورين جدا الناس اللي عندهم سكري وبصير معهم ديابيتك فوت، القدم السكري، انه القدم السكري صار فيه اللي هو الشخص نفسه انحرق او وقع فصار فيه جرح في المنطقه، لما صار فيه جرح طول الالتئام، لما صار طول اخذ وقت. احنا عارفين انه المرضى اللي عندهم سكر بيطول لما يصير في التئام في المنطقه، ليش؟ طيب لانه النهايات العصبيه بيكونش فيها يعني نمو بشكل جيد، والشخص نفسه حتى ما بيحس بشكل جيد، حتى الهيلينج بيكون اللي هو ضعيف. فبالتالي ضعف الهيلينج في المنطقه نفسها بيسمح للبكتيريا انها تدخل في السكن المفتوح وتعمل ديفيوزد سيلولايتس. بعض الامراض اللي هي سيركوليتوري بروبلمز، يعني لما يكون مثلا الدم بتدفقش وبروحش للمنطقه بشكل جيد، الدم لما ما يروحش للمنطقه بشكل جيد بيسمح بنمو الخلايا البكتيريه، واضح؟ او مثلا اللي هو فاريكوز فين، فاريكوز فين دوال الساقين، دوال الساقين في بولينج في البلد، في ركود في الدم في المنطقه نفسها، فلما يكون في ركود في الدم في المنطقه نفسها معنى الكلام انه العضو نفسه فيش تغذيه، فيش تغذيه من الدم بشكل جيد له، فهذا بيسبب الى انه يصير في تراكم في البكتيريا في المنطقه نفسها. بعض الناس اللي عندهم هيباتايتس او عندهم سيروسز يعني امراض الكبد ايضا معرضين لهذا الامر. بعض الامراض زي مثلا اللي بتخص السكن زي الاكزيما، زي السورياسيس الصدفيه، زي مثلا اللي هو امراض بتخص السكن نفسها، السيفير اكني، حب الشباب، تمام، او حب في منطقه الاقدام او منطقه الاطراف، هذا بيصير بشكل نادر، هذا ممكن يصير يتحول لسيلولايتس. علاج السيلولايتس طبعا اول شيء كومبليت ريست، لازم يكون الشخص مرتاح وما يتحركش، تمام، وبنرفع العضو المصاب فوق منطقه اللي هو الجسم نفسه، يعني بنحطه تحت مسند او اعلى شويه، بنحط العضو نفسه فوق مسند او اعلى شويه، واضح؟ هذا بكون بخفف من السويلنج وبخفف من اللي هو الديسكمفورت اللي بيواجهها المريض. الشغله الثالثه انه لازم الووند يعني يتنظف بشكل جيد، هذا اذا كان في ووند، يعني لازم يتنظف وينعمل له ديبريدمنت. ديبريدمنت عباره عن ريموفال، ازاله الديد تيشو، الانسجه الميته لازم تنشال بشكل جيد، اللي بيشيلها الطبيب الجراح لازم يشيلها ويقصقصها كلها، لانه الانسجه الميته مكان وبيئه خصبه لنمو البكتيريا والمايكرو اورجانيزم. ايضا الشغله الرابعه بننصح الشخص ياخذ اللي هو اورال انتيبايوتكس او اي في انتيبايوتكس، مضادات حيويه، اما عن طريق الفم او اذا كان في المستشفى افضل ياخذ اي في. طبعا الاي في اذا كانت حاله الشخص سيفير، يعني حالته يعني شويه صعب شويه وفيها والسيلولايتس منتشر بشكل كبير. بنركز على انه الانتيبايوتكس اللي بنعطيها للشخص تكون انتي ستافيلوكوكال، ضد الستافيلوكوكال. إذا كان الشخص بيعاني من ألم في المنطقة نفسها مش غلط لو أعطينا مسكنات، ديكلوفين مثلا أو أكامول، مسكنات يعني إنها تخفف اللي هو الألم. أحيانا الشخص نفسه بيحتاج إمرجنسي إذا كانت ديفيوز بشكل كبير، منتشرة بشكل كبير والأمر خطير، تمام، ممكن يحتاج إلى سيرجيكال انترفنشن، هذا في حالات نادرة طبعا. نيجي نشوف إيش الفيت للأكيوت انفلاميشن، إيش مصير الأكيوت انفلاميشن، إيش نهايته، إيش حيصير فيه. مصير الأكيوت إنفلاميشن أربع شغلات. الشغلة الأولى إما بصير فيه ريزوليوشن، يعني شفاء تام في المنطقة نفسها، شفاء واضح إنه الإنفلاميشن نفسه راح مع الأنتيبايوتكس مثلاً. والنتيجة الثانية هيلينج باي سكارينج، يعني صار فيه شفاء وصار فيه التئام ولكن ترك ندب في المكان، يعني علمت المنطقة، واضح؟ ممكن الأمر يكون يتطور لسبيوريشن، يعني يصير فيه تقيح في المنطقة، يعني الأمر يصير فيه تقيح أكثر، تمام؟ أو يصير فيه عندنا سيبتيسيميا أو بايميا. الأمر الرابع ممكن الأمر يتطور لكرونيك انفلاميشن، لالتهاب مزمن. هدول الأربع شغلات فيش لهم خامس، يعني إما بصير هيك أو بصير هيك. أربع شغلات بتحدد مصير اللي هو، أو أربع شغلات اللي هم بنقدر نقول عنهم مصير الانفلاميشن. لو جينا طلعنا على الكرونيك انفلاميشن، هو عباره عن اي انفلاميشن بيستمر اكثر من اسبوعين بنسميه كرونيك انفلاميشن. طبعا ممكن يكون يعني شغله كانت يعني قبله اكيوت، ممكن لا، يعني من ايش صار؟ ممكن يكون من اكيوت انفلاميشن، ممكن يكون اصلا هو مزمن، يعني هو طلع على اساس انه مزمن،
بصير اذا كان الوون نفسه، الجرح نفسه، يعني الهيلينج تبعه بور، ما كانش فيه التئام جيد للجرح، ما كانش فيه اهتمام للجرح نفسه، فيش فيه نظافه، فيش دريسنج، او مثلا انه الانتي بايوتكس ما كانتش جود، او ما كانش الشخص ياخذ انتي بايوتك بشكل جيد، هذا كله بيؤدي الى كرونيك انفلاميشن. مثال على الكرونيك انفلاميشن المايكوبكتيريا. المايكوبكتيريا هي عباره عن مايكوبكتيريوم توبركلوسيس، هذه نوع من انواع البكتيريا. هذه المايكوبكتيريا بتسبب السل الرئوي اللي هو التوبركلوسيس، واضح؟ هذا بيكون كرونيك، بيكون موجود في اللنجز، انكابسوليتد، متحور يعني متحوصل، موجود جوا اللنجز، ببين لما نعمل صوره اشعه على الشخص نفسه على هيئه سبوتس، على هيئه نقاط موجوده جوا الرئتين نفسه. اسباب الكرونيك انفلاميشن ممكن يكون اول سبب انفكشوس اورجانيزم، يعني عامل معدي. تمام، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون بارازايت وهكذا. هذا العامل المعدي وين دخل؟ دخل في اللي هو البادي كافيتي. خصوصا اذا كان في عند الشخص ابسس داخلي، وهذا الابسس اني دريند، يعني فيش له فتحه خارجيه، بصبش لبرا. يعني هذا الدمل الداخلي ممكن يتطور الامر الى كرونيك انفلاميشن. مثال على هذا الامر مايكوبكتيريوم توبركلوسيس، البكتيريا المسببه لمين؟ للسل الرئوي. او مثلا الستاف اوريوس اللي بتصير في البون، في العظام، في التهاب العظام، او في البلورال كافيتي، هذا عباره عن كرونيك بيحتاج الشخص الى علاج مطول. السبب الثاني للكرونيك انفلاميشن اللي هو الاكسبوجر للاريتانت نون ليفنج فورين ماتيريال. النون ليفنج فورين ماتيريال، نون ليفنج يعني شغلات غير حيه، شغلات جماد زي خشب، زي حديد، زي مسمار، واضح؟ هذه الامور اللي دخلت جوا الجسم ما قدرناش نشيلها، واضح؟ يعني مثلا دخلت قطعه خشب جوا جسم الشخص نفسه وما قدروا الجراحين مثلا يشلوها، اللي هو بنسميها امبلانتد ماتيريال. امبلانتد ماتيريال زي الوود بارتس، قطع خشبيه دخلت جوا، او انهيلد ماتيريال زي مثلا السيليكا والاسبستوس، قطع الاسبست نفسها، تمام؟ الناس اللي بيشتغلوا في الاسبست، تمام؟ دخلت في منطقه من مناطق الجسم وما رضيت تطلع، او ما عرفنا نطلع هذا الامر، او سيرجيكال انتروديوست ماتيريال زي مثلا السوتشر، الخيطان نفسهم، الخيوط نفسهم لما غرزنا الشخص نفسهم، تمام؟ دخلت جوا السكن ودخلت ديب، يعني دخلت بشكل اعمق، واضح؟ هذا ايضا بيعمل اللي هو كرونيك انفلاميشن، لانه جسم غريب طبعا، هذه كلها عباره عن اجسام غريب. انواع الكرونيك انفلاميشن عندنا نوعين. النوع الاول جرانيوميتس، تمام، اللي هو الجرانيولوما، تمام، والنوع الثاني نون جرانيولوميتس، ما بيصير فيه جرانيولوما. طبعا الجرانيولوما عباره عن كتله زي ما احنا شايفين في الصوره، هذه كتله، تمام، هذه الكتله موجوده برا السكن واضحه جدا، سببها في عندنا كرونيك انفلاميشن في داخل جسم الانسان، فطلعت بشكل خارجي. مثال على هذا الامر زي لما يصير في عندنا فورين بودي في التشو، دخلت خشبه مثلا فظهرت فنفخت المنطقه فعملت جرانيولوما، او مثلا في التيوبركلوسيس جوا اللنج عملت تحوصل جوا اللنج فعملت مشاكل، او في الليبروسي. الليبروسي هو الجذام، هذه الصوره عباره عن ليبروسي، هو الجذام، مرض جلدي خطير، هذا المرض كرونيك، تمام، بيصير بسبب اللي هو المايكوبكتيريوم، مايكوبكتيريا زي اللي هو التي بي، بتسبب زي ما احنا شايفين في السكن وفي كل انحاء جسم اللي هو الانسان. او سيفلس، السيفلس هو الزهري، هذا هو اللي هو مرض الزهري. طبعا السيفلس عباره عن مرض اللي هو من امراض الجنسيه المنتقله، يعني عباره عن سيكشوال ترانزميتد ديزيز، من الامراض الجنسيه المنتقله، يعني بيقدر الشخص يعديها لشخص اخر، هذا هو السيفلس. بيكون او اسمه اللي هو السيال، او هو يعني الزهري. الالتهاب بيكون مؤلم وبكون على الاعضاء التناسليه او على منطقه الحوض، تمام، واحيانا بصير في اللي هو يعني مناطق ثانيه، بيستمر الى مناطق ثانيه زي ما احنا شايفين، ممكن يكون في مناطق اللور اكستريميتي او ما شابه اذا كان تقدم اللي هو الامر. بكون شكل السيفلس اذا ظهر على الجلد بكون شكله بالطريقه هذه، هذا بكون كرونيك انفلاميشن، بده علاج مطول. هذا اللي هو جرانيوليتس انفلاميشن. اما بالنسبه للنان جرانيوليتس انفلاميشن بكون مثال عليه الكرونيك برونكايتس او الكرونيك كاسترايتس، واضح؟ يعني التهاب في القصب الهوائي او التهاب في المعده، في الجدار الداخلي للمعده، هذا ما بيكون جرانيولوما، يعني ما بيكون كتله او ماس،
هذا المميز، هذا في عندنا ماس وهذا ما في عندنا ماس، واضح؟ هذا طبعا بيصير مع الكرونيك برونكايتس او الكرونيك جاسترايتس، الناس اللي عندهم التهاب في المعده بشكل دائم او التهاب في القصبه الهوائيه بشكل دائم. علاج اللي هو سواء كان جرانيوليتس او نون جرانيوليتس، يعني بشكل عام علاج الكرونيك اللي هو انفلاميشن، انتيبيوتكس طبعا لازم تستمر لفتره طويله. واضح؟ طبعا يكون الانتيبيوتكس تابع او يكون مطابق للاورجانيزم المسبب للعدوى. ممكن نعطي انتي فانجل دراجز، الانتي فانجل دراجز تمام، او ممكن نعطي انتي فايرال دراجز. فائده الانتي فانجل دراجز في هذا الامر انه بتعمل انفيجن للميكروب، كيف؟ طيب انها بتزود من نفاذيه اللي هو الخلايا، نفاذيه الخلايا المعبئه باللي هو الميكروبز تمام، بصير فيها نفاذيه اكثر وبصير فيه ترشح اكثر، يعني بتطلع محتويات الخليه مع الميكروب، وهذا بزود من اللي هو عمليه قتل الميكروبات. اما الانتي فايرال دراجز، ادويه ضد الفيروسات، هذه الادويه بتاثر على الدي ان اي، على الحمض النووي تبع مين؟ تبع الفيروس. فلما تقتل الحمض النووي تبع الفيروس هيك بتنهي حياه الفيروس نفسه. لو احنا بدنا نعطي انتيبيوتكس، طبعا الانتيبيوتكس ممكن يكون بكتيريوستاتيك وممكن يكون بكتيريسايدال. اذا كان بكتيريسايدال معنى الكلام انه بيقتل البكتيريا، اما اذا كان بكتيريوستاتيك بيعمل انهبيشن للجروث او بيحبط من تكاثر هذه البكتيريا. جينا عملنا عمليه مقارنه بين الاكيوت انفلاميشن والكرونيك انفلاميشن. الانست تبعت الاكيوت انفلاميشن يعني بدايه ظهوره بتكون سريعه، يعني اذا كان في جرح بسيط في السكن بعد يوم بكثير بتظهر اللي هو الانفلاميشن، اما في الكرونيك انفلاميشن بتتاخر، بياخذ فتره لما تظهر، بكون داخلي بياخذ فتره وسبب بكون مش واضح. الديوريشن تبعت الاكيوت انفلاميشن بطيب طبعا، يعني ما بطول كثير، بعض الايام شورت بكون، اما في الكرونيك بطول اسابيع الى اشهر الى سنوات. العلامات الاساسيه للاكيوت انفلاميشن اللي هي الكاردينال ساينز موجوده تمام، واضحه جدا، ريدنس، وورمث، بين، الم، لكن في الكرونيك غالبا بتكون مش موجوده. واضح؟ غالبا بتكون مش موجوده، يعني مش مبينه. الكوزاتيف اورجانيزم او الكوزاتيف ايجنت للاكيوت انفلاميشن ممكن يكون عباره عن باثوجين او كيميكال دامج او جرح، مثلا هو فيزيكال دامج، يعني الانسان انجرح، او بكتيريا او فيروسز، او انه مشكله في من مشاكل المناعه. طبعا الاميونيتي مشتركه في الاثنين، مشتركه في الاكيوت ومشتركه في الكرونيك. غالبا الاسباب اللي بتؤدي للكرونيك هذا كله شرحناه طبعا، غالبا بتؤدي الاسباب اللي بتؤدي للكرونيك هي عباره عن اللي هو فورن بودي، يعني اجسام غريبه، خشبه دخلت جوا الجسم مثلا وضلت، او سوتشر زي ما حكينا بالضبط، او انفكشن متكرره، الشخص هذا تجي برونكايتس باستمرار مثلا تمام. بالنسبه للاديما في الاكيوت انفلاميشن موجوده على طول، فورا الوايت بلاد سيلز بتفرز اللي هو الانزيمز، والانزيمز هذه بتطلع اللي هو السوائل وبتعمل اللي هو اديما وبتعمل بص. لكن في الكرونيك انفلاميشن ما بيصير عندنا هذا الكلام وحكينا سابقا. هل الاكيوت انفلاميشن بيصير فيه تليف، بيصير فيه فايبروسيس؟ لا طبعا ما بيصير فيه تمام، لانه شورت وبسيط وبطولش. لكن لما يطول وياخذ وقت زي الكرونيك مثلا، البكتيريا نفسها بتعمل تحوصل وبتعمل يعني مثلا جرانيولوما او ما شابه، او ليبروسي زي ما حكينا في الجذام، فبيظهر الموضوع الفايبروسيس في المنطقه نفسها. علامات واعراض اللي هو الاكيوت انفلاميشن سيستميك مانيفستيشن، هاي جريد فيفر، حراره عاليه. واضح؟ والعلامات الاساسيه اللي هي ريدنس مثلا، وورمث في المنطقه نفسها، بين في المنطقه. لكن في الكرونيك في فيفر بس لو مش واضحه كثير. يعني السيستميك مانيفستيشن بالذات للكرونيك انه الويت بيصير فيه لوس، بينقص وزن الانسان، والابيتايت بتقل بشكل كبير تمام. بالنسبه للاوتكم في الاكيوت انفلاميشن، ينتهي بريزوليوشن بشفاء، او ينتهي بابسس زي ما حكينا، او ينتهي بكرونيك انفلاميشن. اما بالنسبه للكرونيك انفلاميشن، اما ينتهي بنكروسيس، موت للخلايا، او فايبروسيس، تليف في الخلايا، وبصير في عندنا ليبروسي، او بصير في عندنا سيفلس، او بصير في عندنا مثلا تليف او جرانيولوما، او تيشو ديستراكشن. هذه الاوتكم تبعت اللي هو الكرونيك انفلاميشن.